إن شاء الله راح نتكلم في هذا الدرس عن بعض التطعيمات. راح نتكلم عن أول جدول وهو جدول التطعيمات أول شهرين من حياة الطفل. طبعا يأخذ الطفل جرعة من شلل الأطفال، هذه أول جرعة، والتطعيم الثلاثي وهو التهاب الكبد الوبائي من فئة باء، وأيضا يأخذ الهيموفليز الفلوانزا من فئة باء جرعة أولى في أول شهرين. ومن الضروري الأم تنتبه من ناحية التطعيمات في أول شهرين، هذا أول قسم وأهم قسم ضد التهاب الكبد الوبائي وضد أيضا الإنفلونزا. وطبعا مجرد ما يأخذ الطفل ممكن يتحسس من هذه الأشياء في الفترة الأولى، وممكن يكون موقع الإبرة مؤلم جدا بسبب أن الإبرة لها نوع محدد من الإبرة الخاصة الأنسجة في الجلد، ولازم الأم تكون منتبهة أنها تأخذ التطعيمات أول في أول. طبعا في هذا الدرس كانت التطعيمات التي تختص أول شهرين، وإن شاء الله في الدروس القادمة راح نتكلم عن الشهور القادمة التي تخص التطعيمات.